لا بد للانسحاب من الخلاف للوصول إلى اتفاق، ونحن أمة عربية لنا تاريخ عريق. هذه هي الكلمات التي بدأ فيها نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات خلال حفل إشهار كتابه مقدمة النهوض في التجديد والإصلاح. ربما يقول قائل من حضراتكم وقتكم ثمين، يعني تقلبون صفحات التاريخ وما الفائدة من التاريخ وتذهبون إلى التاريخ، المهم أنتم ماذا أنتم فاعلون؟ أقول لابد، يعني الناس الذين يحترمون، أي أمة تحترم نفسها لابد من أن يكون لها تاريخ، وبعض الدول ليس لها تاريخ وتصنع لها تاريخا وتدفن لها في الأرض ما يثبت أنها كانت قديمة وهي يعني مختلقة وليست صحيحة، ولكن نحن أمة عربية لنا تاريخ عريق. الاختلاف حتى بالداخل الحزبي الواحد كما يجري اليوم يضيع الطاقات، فما بالك بين الأحزاب نفسها. انظر إلى حالنا في بلادنا العربية، أحزابنا السياسية منذ بدايات القرن الماضي، منتصف القرن الماضي، صراعها كان صراعا بينيا، ولذلك النتيجة كانت صفرية، فلم نبني دولة عربية حرة، ولم ننقذ العرب لا من وضعهم السياسي البائس ولا الاقتصادي القاتل ولا الاجتماعي الممزق، ولم نبني لا دولة عربية ولا دولة إسلامية واختلفنا، ولم نعيد الحقوق إلى أصحابها، ولم نسترجع فلسطين بل ضاعت أراضي أخرى مع فلسطين، ولم نجمع شمل الأمة، ونحن مختلفون وكل منا يرى أن الحقيقة الكاملة عنده. وحتى في الحزب الواحد أحيانا ترى أن بعض أعضاء الحزب يرون أن الحقيقة الكاملة عند أشخاصهم وليست عند الفكرة العامة. وتبادل الفلاحات مع الحضور وجهات النظر بالعديد من القضايا السياسية والحزبية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.